أما فيما ما له صلة بالملف الليبي، حيث وجه الناطق باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري وجه التحية إلى مصر، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمناسبة عودة عدد من المصابين في هجمات بنغازي الإرهابية بعد تلقيهم العلاج في مصر. المسماري قال إن هناك دفعة أخرى من المصابين سوف تعود غدا إلى بنغازي. قبل قليل وصلت طائرة من جمهورية مصر العربية كعلمتني حوالي 40 جريح تم علاجهم وامتثلوا للشفاء، وتم الآن خروجهم من المستشفيات وتم نقلهم برعاية القوات المسلحة العربية الليبية، ورجعوا اليوم إلى أسرهم قبل قليل، وغدا بإذن الله ستكون هناك طائرة أخرى تعود بجرحى الذين تم أو استكملوا علاجهم. بهذه المناسبة أتقدم باسم القيادة العامة للقوات المسلحة وباسم سكان مدينة بنغازي وكل الليبيين بتحية تقدير واحترام إلى جمهورية مصر العربية على ما قدموه لجرحى التفجيرات الإرهابية في مدينة بنغازي.